أمينة بعجي أستاذة وعلى اتصال يومي مع التلامذ سبق لها ضبطات حالات كثيرة. حاضرة هي أيضا في هذا اللقاء وكتحكي على تلميذة قرات عندها وعارفة الظروف اللي صبحت فيها مدمنة. التلميذة اللي تناولت الكحول في سن مبكرة كان من الصعوبة في المساعدة ديالها لأنها أصبحت مدمنة، مدمنة فعلا. وزيادة مني أنا تلقت مع التلاميذ زادت على إدمان الكحول، زادت المعجون، زادت القرقوبي، زادت أشياء كثيرة اللي ولات في واحد الحالة قبيحة وحالتها النفسية مدمرة لأنها تقول لك المسؤول الكبير على الإدمان ديالها هي الأم ديالها، لأنها كانت تسافر بزاف، تخرج الخارج وتتخليها مع خوها الكبير، خوها الكبير كان تيجي بصحابو تيشربوا، هي الصباح ملي تتنوض تتبغي تفطر تتلقى غير داك البقايا اللي بقى من 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 المشروبات ومن القطعه وداك الشيء، تتاكل البنت وتتكثر دوك القرايه وتتمشي لمدرسه تقرا لانها باقا صغيره. اذا تحملت واحد المسؤوليه في سن مبكره ولقات قدامها الى اذا عندها حقد كبير للام ديالها وما باغاش تغير.